المفروض الايرور ده حصل ليه؟ لان في هنا في السترينج ستار زيادة هصلح، بس لازم اعمل ايه؟ كومبايل مرة اخرى. تمام، اطمن ان النتيجة ايه، طلعت سليمة مفيهاش اي مشكلة. سيمبل اكسبريشن بارسر، رجع كتب لي او كتب لي السترينج مرة تانية وكتب لي ايه، سكسس. بكده نكون احنا نجحنا في انشاء الاكسبريشن تري. يتبقى بقى ان احنا نعمل ايفالويت للاكسبريشن تري. طيب ازاي نعمل ايفالويت لها؟ يعني ايه ايفالويت؟ نعمل بقى مجموعة وظائف على الاكسبريشن تري اللي هي الترافيرس. ازاي نترافيرس؟ فنفترض ان انا هعمل مثلا، عايز اعمل ايفالويشن، فهقول له فانكشن ابستراكت بابليك ابستراكت انت ايفالويت. ايفالويت دي فانكشن بتقيم لي كل واحد وترجع لي ايه قيمته. نبدأ بالنمبر. لو انا جيت قلت له بابليك انتجر ايفالويت، طبعا هي ايه بالوراثة عاملة اوفررايد ايفالويت، بيقول له ريتيرن الفاليو. خلاص هي النمبر اكسبريشن ده قيمته الايه، الفاليو. طيب لو جينا هنا نقول له بابليك انتجر ايفالويت، يا ترى بقى لما نيجي ايفالويت المالتبلاي هنقول له ريتيرن ايه؟ ريتيرن الليفت دوت ايفالويت، يعني ايفالويت الشجرة الفرعية الليفت، واضربها في نتيجة الايفالويشن ليفت دوت رايت دوت ايفالويت، نتيجة الايفالويت بتاع الايه، بتاع الرايت. نفس الفانكشن هنا اللي احنا اخدناها هنضيفها فوق وهنقول له ايه، ريتيرن ليفت، بس بدل مالتبلاي طبعا عشان احنا بنجمع، هنقول له ايه زائد، هنا زائد، انا اسف انا مفيش هنا ايه الزائد دي، الليفت في الرايت وهنا الليفت زائد الرايت. طيب نروح بقى للمين كلاس الرئيسية علشان نعمل عملية ايفاليويت ونتأكد ان الايفاليويشن ده صح ولا غلط. تمام، هنقول له بدل هنا تو سترينج روت دوت ايفاليويت اللي هي نتيجة تقييم الايه، هنقول له مثلا جملة كده ريزلت تساوي زائد الايفاليويت بتاعه. ارجع هنا اعمل كومبايل مرة اخرى، بعد ما كومبايل اشوف الرن، قال لي روت دوت ايفاليويت ده هنا، قال لي ايه اداني خطأ اكيد، طالما هو ما لقاهاش يبقى انا ايه ايفاليويت، ممكن اكون كاتبها غلط ولا حاجة. انا نسيت قوس هنا. نسيت برضو قوس. تمام، سي ال اس اهو. نرجع بقى ايه نشوف سيمبل اكسبريشن بارسر، هل هنا واحد زائد اتنين في تلاتة في اربعة؟ اتنين في تلاتة بستة، ستة في اربعة باربعة وعشرين، زائد واحد يديني النتيجة 25. مظبوط فعلا الرقم طلع ب25. طيب ممكن نعمل كمان عمليات اضافية، ان احنا نيجي في الابستراكت سينتاكس تري هنا، كل شغلنا بقى في الاي اس تي هنا. عايز احول بريفكس، اقول له بابليك ابستراكت سترينج بريفكس. بريفكس يعني اجيب ايه، احول الاكسبريشن الى بريفكس. طيب لما اجي احول الاكسبريشن لبريفكس هنا، طبعا هشيل الابستراكت والسيمي كولون هنا، البريفكس بتاع النمبر هو نفسه الايه الفاليو، بس بحولها لسترينج، بجمع زائد دبل كوتيشن عشان احولها لسترينج. نيجي بقى للبريفكس بتاع الملتبلاي. البريفكس بتاع الملتبلاي سهل جدا جدا، ما فيهوش اي حاجه،
كل القصة اللي فيه ان هو بيحط عملية الضرب الاول، ادي عملية الضرب تمام، و بيجمع عليها الليفت دوت بريفكس، وبيجمع عليها الرايت دوت بريفكس. ممكن احنا نحب بقى نضيف مسافات علشان ما تكونش ايه الارقام جنب بعضها كده تمام، فممكن اقول له زائد مسافة كده، وهنا الرايت دوت بريفكس. طيب نفس البريفكس هنا هو نفسه بالظبط اللي هحطه في الاد اكسبريشن، ولكن بدل ما احط ضرب هحط ايه، هحط جمع. طيب تعالوا بقى نرن الكود، نروح للكلاس المين الرئيسية تمام، وننزل في دالة المين هنا نجرب البريفكس، نطبع بريفكس يساوي، ونطبع البريفكس. تعالوا نجرب الأول مثلا رقم واحد زائد اتنين، رقم زي دوت تمام، ونشوف البريفكس بتاعه هيكون شكله ايه. نكمبايل الكلاسز بتاعتنا، بعد كده نرن البارسر. بصوا بقى، واحد زائد اتنين بيحط الزائد قبل الواحد والاتنين، ده البريفكس تمام. طيب تعالوا نغير في البريفكس هنا، مضروب في تلاتة، اتنين ملتبلاي التلاتة. ملتبلاي التلاتة. لا احنا نسينا نعمل كومبايل. نمسح الشاشة عشان ايه برسر. راح فعلا قيم لي البريفكس بتاعها خلاص. اي بقى كومبلكس اكسبريشن عايز تحط وتجيب عمليات البريفكس عليها تقدر تجيبها تمام، مش كده وبس، ده احنا ممكن كمان نجيب البوست فيكس. زي ما جبنا البريفكس نقوم نعمل ايه، نجيب البوست فيكس خلاص. وهو البوست فيكس ما فيهوش اي تعديل كتير خالص، هو نفس اللي احنا بنكتبه هنا، ولكن بنحط عملية الزائد بعد الكود هنا خلاص. ده بس بسميه هنا ايه، بوست فيكس، بوست فيكس. ونفس الكلام هنا، بدل الزائد هخليها ايه، ملتبليكيشن، وهنا ريتيرن الفاليو، مفيش اي تعديل او تجديد. نيجي بقى في المين هنا، نفس اللي انا عملته، بس اقول له بوست فيكس يساوي بوست فيكس، ارجع اعمل كومبايل. وسيمبل اكسبريشن بارسر اهو، هنا اداني الايه، البوست فيكس بتاعي. لا بس هنا في الملتبليكيشن بتاعي نسينا حاجه، نسينا هنا، انا بستدعي المفروض هنا في كل الحالات استدعي البوست فيكس، هناخدها كوبي من سبع البوست فيكس عشان انا بستدعي البوست فيكس تمام. طيب جافا سي،
simple expression parser. اهو مظبوط جاب لي البوست فيكس بتاعي 1 2 3 multiplication ايه، اي بقى بوست فيكس بريفكس هتحطه. تمام مش كده وبس، ممكن نجيب الانفكس، انفكس وبريفكس وبوست فيكس. انفكس اللي هو التو سترينج ده يعتبر هو الايه الانفكس بتاعنا. بكده نكون خلصنا، شكرا والى اللقاء.